إذن لين نعود إلى موضوع الأخير ونختموها بمواقع التواصل الاجتماعي. دائما في حياتنا مواقع التواصل الاجتماعي نحكي عليها. البداية والختام والوسط موجودين بحياتك. كلهم موجودين. إذن توني على الرغم من انتشار مواقع التواصل الاجتماعي لأنه من الضروري طبعا التوازن في استخدامها، فكما يؤثر التواصل الإلكتروني بشكل أو بآخر على التواصل مع الآخرين والحياة الاجتماعية والأسرية، يؤثر أيضا في معرفة طرق تحقيق الذات والتوازن الصحي. صحيح أمين. حول أثر مواقع التواصل الاجتماعي على صحتنا، يسرنا أن نستقبل معنا المستشار ومدرب التسويق الرقمي عمار محمد مباشرة من الدوحة. صباح النور عمار، نورتنا وبتنورنا كل أربعة. يعني صباح النور. أنا قرأت ورأيت على صفحتك على الفيسبوك فيديو أسميته تعلم ألا تهدر حياتك. هل يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تهدر صحتنا وحياتنا؟ صباح الخير لك ولكل المشاهدين. طبعا مواقع التواصل الاجتماعي اليوم أصبحت مثل ما نعرف سلاح ذو حدين. يمكن هذه الجملة ملينا وإحنا نقولها، أن اليوم إما أن أنت تصنع الجانب الإيجابي أو السلبي بالنسبة لك أو بالنسبة لاستخدامك لهذه المنصات. بطبيعة الحال اليوم كل شخص موجود على الهاتف الجوال، مواقع التواصل الاجتماعي تحاول أن تعزز تفاعلها وتكثف عدد الناس اللي موجودين بالنسبة لها. إيش الإشكالية الموجودة عندنا إياها؟ أن الناس اليوم أصبحت تدخل على هذه المنصات بدون إدارة للوقت، بدون إدارة أيضا للهدف اللي ممكن تتواصل فيه من خلال هذه المنصات. والإشكالية الأكبر هو أن الشخص ما يعرف الوقت اللي استغرقه في هذه المنصات. نشوف الناس مثلا تأخذ الهاتف الجوال قبل ساعات النوم، وبعد يكتشف أنه أساساً جلس 3 إلى 4 ساعات كان المفترض أنه ينام فيها، لكن قاعد يتصفح مواقع التواصل الاجتماعي اعتقاداً منه أن هذا الموضوع راح يأخذ دقائق بسيطة. وهذا شيء يعني اليوم لربما راح نتكلم عنه، كيف إحنا نواجه هذا الأسلوب ونتكلم عنه بطريقة فعالة، أن الشخص اليوم يستخدم هذه المنصات لكن يحاول أن يتوازن من الجانب الاجتماعي والجانب الصحي والجانب أيضاً الثقافي في هذا الموضوع. طيب عمار، لماذا ربما الشخص يقضي ساعات عديدة وهذا يؤثر طبعا بشكل كبير حتى على تركيزه نوعا ما، فما هو الدافع ربما الأساسي للشخص أنه يعدي وقت طويل مع وسائل التواصل الاجتماعي؟ الناس تحب اليوم العزلة، أن هي تكون في حالها وتتصفح كل ما يدور في بالها أو تراقب الآخرين من تفاعلاتهم الموجودة على التواصل الاجتماعي. فبدأ من أن احنا نكون نقضي وقتنا خارج هذه المنصات ونلتقي مع أصدقائنا ومعارفنا ونتعلم الأشياء المفيدة، احنا نلجأ إلى أن نعتقد أن منصات التواصل الاجتماعي راح تضبط وقتنا بأن احنا نختار المحتوى المناسب بالنسبة لنا ونختار الأوقات المناسبة لنا في التصفح. وهذا الاعتقاد اعتقاد خاطئ. احنا لما نلجأ لمنصات التواصل الاجتماعي احنا نسلم كل وقتنا لهذه المنصات، ونحاول ان يكون هناك نوع من التواجد الاجتماعي، ان الناس اليوم لما تشوفني اليوم كمستخدم لهذه المنصات تقدر انجازاتي، تقدر تفاعلاتي، تقدر الشهادات اللي انا اخذتها، تقدر حتى الاشياء البسيطة. واليوم الناس صارت تبحث أيضا أن هي تكون قدوة للآخرين، مع ظاهرة المشاهير، مع ظاهرة اليوم الناس المهتمين في التجميل أو ما يسمى بظاهرة الفاشينيستا. الكل اليوم يبحث أنه يكون شخص مؤثر وشخص عنده طرح حتى لو كانت أفكاره بسيطة وما تفيد المجتمع. فهذه الإشكالية أن اليوم إحنا أصبحت المظاهر تغلب على المحتوى، أصبح الوقت عدم قدرة على السيطرة في هذا التفاعل، فمن الطبيعي أن يكون هناك اليوم إفراط كبير وتأثير على الجانب العقلي والنفسي في صحة هذا المستخدم وهو ما يدري بهذا الشيء. يمكن بعد فترة الشخص يستخدم هذه المنصات ويقول أن مثلا رأسي يوجعني أو مو قادر أشوف أو نظري قل أو ينتبه للساعة ويشوف أن هناك كثير من الأشياء اللي فرط فيها بحياته. نعم. طيب عمار، يعني كأن منصات التواصل الاجتماعي مواد قابلة للإدمان، ولكن هل الأمر يعتبر متفاوتا بين موقع وآخر حسب أسلوب التفاعل مثلا بين تويتر وفيسبوك أو إنستغرام؟
الموضوع نعم كل موقع اجتماعي يختلف، مثلا فيسبوك يختلف عن تويتر كونه ان فيسبوك اليوم شبكه اجتماعيه، معناته انت راح تتواصل مع دائره ضيقه من معارفك من الناس اللي التقيت معهم او تقبل انهم يشوفون حياتك الشخصيه. ففيسبوك اليوم عنده اساسا براءه اختراع في طريقه عرض الصفحه الرئيسيه، وانا شخصيا اعتقد ان فيسبوك هو اكثر موقع اجتماعي ممكن الادمان عليه. شخصيا انا لما كنت استخدم الموقع كنت انتقل من 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 فيديو الى فيديو اخر، من صوره الى يعني حدث اخر، فالموقع اساسا قاعد يبني صفحته الرئيسيه بناء على شخصيتي وما يناسب اهتماماتي. فبالتالي ترك موقع الفيسبوك بعد فتره بسيطه ممكن انا احدثه بوقت امر جدا صحي ان احنا نلتزم فيه، لان الموقع ما راح ينتهي بحجم تدفق البيانات. تويتر مؤخرا قامت مثلا بعرض صفحتها الرئيسيه بطريقتين، اما تكون الموضوع على حسب الاحداث المنشوره او حسب الطريقه المناسبه لي في تدفق البيانات على اهتماماتي، وهذا الشيء يحسب اليوم لمنصه تويتر. اما انستغرام فغيرت في شكل الصفحه الرئيسيه بناء على التفاعلات اللي فاتت المستخدم، وايضا اضافت مقياس بعدد الدقائق المستغرقه في استخدام تطبيق انستغرام، وهذا يمكن امر يعني نشجع له ان الشركات الاجتماعيه اليوم تحاول انها تسيطر على المستخدمين وتقلل ساعات التفاعل مع هذه المنصات. صحيح. طيب عمار، ما هي ربما الادوات او اللي تساعدنا على انه نحافظ على صحتنا مع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي؟ أنا أنصح اليوم المشاهدين أنهم يلجؤون لمنصات التواصل الاجتماعي وهم عندهم هدف مكتوب، أنا اليوم موجود في هذا الموقع لسبب معين. أيضا أن احنا نحدد وقت معين في استخدام هذه المنصات، أن يكون عندي مثلا نقول نص ساعة يوميا أن أنا أدخل على هذه المنصات. أنصح أيضا بقراءة ملخصات ما يتم في منصات التواصل الاجتماعي، هناك مواقع تساعد على قراءة الملخصات. أيضا اقرأ ولا تقم بالرد، إذا كان الموضوع بالنسبة لك مهم أن تطلع عليه فاقرأ هذا الموضوع. معظم وقتنا يمكن يكون للردود أو التفاعلات الموجودة، أنا أقول أن دائما أرد في تخصصي أو في مجالي، لكن ما أرد على أي شيء أشوفه في هذه المنصات. أيضا هناك تطبيقات تحسب مدة الشخص المستخدم لهذه المواقع أو هذه التطبيقات سواء على التليفون أو على الكمبيوتر، راح تحسب لك أن أنت اليوم تقضي مثلا على سناب شات وقت أطول من تويتر، أو تويتر أكثر من مثلا فيسبوك، فبيكون عندك قدرة أن أنت تعرف التطبيق اللي أنت تأخذ فيه وقت طويل. أيضا أنصح بفترة استراحات بين استخدام المنصات الاجتماعية. في تقنية يسمونها تقنية الطماطم أو توميتو متر، هو عبارة تقنية الطماطم أو توميتو ميتر، هو عبارة عن قياس لاستخدامك ل 25 دقيقة، بعدها راح يعطيك فترة راحة أنت ترتاح من كل ما يدور حولك من منصات التواصل الاجتماعي، بعدها راح تستخدم هذه المنصات لفترة معينة، فهو استقطاع وقتك أن يكون فترة استخدام وفترة راحة، وهذه راح يعطينا نوع من التوازن أن اليوم الأداة صارت تتحكم في سلوك الإنسان. اليوم في هذا الوقت وإحنا موجودين في هذا اللقاء في مصحات نفسية فتحت للمدمنين لمنصات التواصل الاجتماعي، فنتمنى إحنا ما نوصل لهذه المرحلة اليوم في إدمان هذه المنصات، إنما نقنن من استخدامنا وتحكمنا في هذه المواقع. نعم، يعني عمار كأنك تدعونا أن نسود على هذه المواقع ولا نجعلها تسود علينا. المستشار ومدرب التسويق الرقمي عمار محمد، كنت معنا مباشرة من الدوحة، شكرا لك. شكرا لك عمار. شكرا لكم. إذن